هو بالمناسبة ايه رأي حضراتكم في أداء الحكام مع النادي الأهلي خلال هذه البطولة الأفريقية؟ قبل بس ما اسيب ملف البطولة الأفريقية، وقلت لحضراتكم ان احنا الفترة القادمة هيبقى كلام اكتر بكتير جدا عن منتخبنا الوطني ومساندة منتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم يوم 25 مارس. الكل ينتظر ماذا سيفعل منتخبنا الوطني. قبل بس ما اروح لموضوع المنتخب، ايه رأي حضراتكم في التحكيم واللي بيعمله التحكيم الأفريقي مع النادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة؟ يعني لما تيجي تتكلم عن مباراة سان داونز، كرة يعني لو ده الخط اهو، هات افتح اسامير، ده لو الخط اهو، الحارس واخد الكرة من بره الخط، من بره الخط، والحكم ما ادالوش انذار، مش ما ادالوش احمر، ما ادالوش انذار حتى، وقال لك العب واللعبة كملت في مباراة سان داونز اللي اتغلبنا فيها 1-0 هنا في القاهرة. تخيل حضراتكم، ابتدوا بقى افتكروا اللي كان بيحصل معانا خلال هذه الفترة او الفترة اللي فاتت تحديدا، اخرها في مباراة المريخ. مباراة المريخ انا ما بتكلمش على نادي المريخ، نادي المريخ نادي كبير وعظيم جدا ومن واحد من اهم الاندية الافريقية واهم الاندية السودانية، ولكن في نفس الوقت هي طريقة اللعب السودانية هي طريقة لعب خشنة جدا، لازم يكون الحكم واعي لهذا الامر. زي ما حضراتكم شفتوا الحكم في المباراة الاخيرة امام المريخ السوداني ما حماش لعيبة النادي الاهلي خالص. لينا ركلة الجزاء المباراة اللي قبلها لينا ركلة الجزاء للمرة المليون، بنعيد وبنكرر وبنقول وبنشتكي وهنفضل نشتكي، هفضل اشتكي وهفضل اقول هذه الامور، ومش انا لوحدي او مش النادي الاهلي لوحده، معظم انديه البطوله الافريقيه اشتكت، طبعا معظم الانديه الكبيره اشتكت في هذا الامر. انه احنا هو ليه يا جماعه ما فيش فار لغايه دلوقتي في بطوله في دوري الابطال الافريقي؟ افضل بطوله واكبر بطوله واهم بطوله في افريقيا ما فيهاش الفار في دور ال 2 في دور ال 16 في دور المجموعات. امال عايز تعمل دوري السوبر الافريقي ازاي على راي سعد عبد الحفيظ؟ يعني كلنا سالنا هذا سؤال، لماذا لا يوجد فار؟ لو في فار والله كان النادي الاهلي تاهل من بدري جدا واول عن هذه المجموعه، ولكن حتى هذه اللحظه ما طلعش اي رد من الكاف. ما حدش قال ليه، لماذا لا يوجد فار؟ لماذا لا يوجد فار؟ يعني النادي الاهلي ان شاء الله يكون متاهل، ما عنديش اي مشكله. لو النادي الاهلي كان في فار في هذه البطوله كان النادي الاهلي تاهل ومن بدري، في كانت في نتائج مباريات هتتغير. انا هنا بتكلم عن شيء حضراتكم شايفينه وحضراتكم عارفينه، مش بتكلم عن ان العارضه تنزل والعارضه تعلى والكلام ده كله، لا، انا بتكلم عن انه في الفار احنا بنقول كلام واقعي، مش بنقول كلام من الخيال، لا احنا بنقول كلام واقعي، كلام واقعي بنتكلم فيه، ان واحد ماسك الكره من بره الخط، من بره ال 18، ازاي ما ادلوش طرد؟ ازاي حارس المرمى ما ادلوش طرد؟ ليه ركله جزاء بتترد فيها تخش فيها جون؟ في المباراه الاخيره فاول امام لمحمد شريف تترد فيها تخش فيها جون. وبعدين يعني مباراه الهلال والمريخ اساسا كان فيها لعب الهلال وهو بيلعب المريخ، كانت في هي دي طريقه اللعب السودانيه كده، هم مش بيلعبوا مع، لا هم بيلعبوا كده، طريقتهم كده، اسلوبهم كده. فاللي انا عايزه ان انا كيفيه حمايه الفريق النادي الاهلي خصوصا والهلال بالمناسبه، ما عنديش مشكله من التهور، لكن ما ينفعش ان احنا يبقى في تهور في الملعب، وما ينفعش ان انا محمي قانونا، يعني عشان ما حدش يقول لي كذا، ما ينفعش ان انا اكون محمي قانونا، يعني ما ينفعش ان انا واحد يضربني وما ادلوش انذار، او واحد يضربني والعب. زي ما قلت لحضراتكم، اين تقنيه الفار في هذه البطوله؟ ازاي 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 القاره الافريقيه وبدرس موتسبي، واحد من الناس اللي بصراحه الواحد كان متوسم فيهم خير بشيء كبير جدا، وعوده كانت جيده جدا، ولكن اتمنى ان هي يتم تنفيذها. خلاص السنه دي عدت، هو فاضل فيها مباراه في دور المجموعات، لكن طب والسنه اللي جايه؟ النادي الاهلي دائما ما ينافس على هذه البطوله، دائما ما ينافس على هذه البطوله. انا في ناس كتيره غيري مش هتشتكي لانها ما بتنافس، وبتقول على البطوله دي ان هي بطوله مش عارف ايه، لكن في الاخر انا اللي يهمني ايه؟ اللي يهمني ان انا اكسب هذه البطوله للمره الثالثه على التوالي، وان شاء الله للمره الرابعه، ليه لا؟ هذا هو النادي الاهلي. زي ما بصرف فلوس عشان يبقى عندي فريق قوي، لازم يبقى الكاف حريص على بطولته، ان هو يبقى ان هي بتبقى بطوله قويه. هي قويه بالانديه، قويه
بالأندية اللي فيها، ولكن لازم التحكيم اللي هو العنصر الهام جدا في هذا الأمر يكون جيد، الفار يكون متواجد في كل البطولات، ودي مش مسؤولية أنا كنادي، هي دي مسؤولية الكاف. أنا مش بهاجم بالمناسبة، ولكن أنا بتكلم على العدالة اللي احنا عارفينها والعدالة اللي احنا عايزين نشوفها، وعايزين البطولة تبقى قوية أقوى من كده. هي قوية وكل حاجة، ولكن في نفس الوقت هي قوية بأندية، ولكن يا جماعة في ضلع واقع في النص، الضلع التحكيمي ده مهم جدا 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 في مثلث البطولات القوية. أندية كبيرة وقوية، ملاعب معقولة وأصبحت جيدة، طب لماذا لا يوجد تحكيم قوي؟ حاجة غريبة جدا، وأتمنى إن هي تنتهي، لأنه اللي بيحصل ده لولا إن النادي الأهلي نادي قوي وكبير احنا كنا يعني حصل فينا حاجات كتيرة جدا الفترة اللي فاتت، لأنه ظلمنا ظلم بين في المباريات السابقة. أتمنى بقى إن كابتن عصام، هو أنا مالي بقى، والكابتن عصام عبد الفتاح هو عضو في لجنة حكام الكاف، من فضلك كابتن عصام اتكلم باسم النادي الأهلي، اتكلم مش باسم النادي الأهلي، باسم كرة القدم المصرية وباسم كرة القدم في شمال أفريقيا، اللي حضرتك رئيس اتحاد الشمال الأفريقي. أتمنى إن حضرتك تتكلم باسم هؤلاء، لأن هم دول أكثر المتضررين، لأنه في الغالب حد من دول هم اللي بياخد هذه البطولة، واحتمال من جنوب أفريقيا بعد كده. غير كده لأ. مباريات بتغلبها وممكن تكون مطلعاني هتطلعني بره البطولة، ف لمجرد ان انا الحكم ما اداش طرد قرار تحكيم، هو ده اللي انا عايزه، صفاره. الحكم من حقه ان هو ياخد قراره اللي هو شايفه، لان الحكم ياخد قراره في ثانيه. طب امال احنا حطينا ليه الفار؟ ولماذا لا يوجد الفار في كل هذه المباريات؟ شيء مهم جدا جدا لازم نتكلم فيه، ودايما هنتكلم فيه، وحفضل اتكلم فيه طول ما انا عايش وموجود، حفضل اتكلم في هذا الامر لغايه لما يتم تطبيقه ان شاء الله خلال الفترة القادمة. مهم جدا جدا هذا الموضوع. فإحنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم بواقعية، شيء واقعي، إن إحنا يا جماعة من فضلكم طبقوا لنا تقنية الفار. بس ما بنقولش بقى أي كلام في الهوا وخلاص، لأ. كلام واقعي، من فضلكم للمرة المليون طبقوا لنا تقنية الفار.